بشتاق لكم بالبريك على فكرة، الدعايات بياخذونا من بعض عن جد. هلا خمس كلمات او ست كلمات عربي مخربطين ملخبطين يعني، وبيعملوا جملة من غنية، اللي بيعرفها بغنيها بياخذ العلامة. علامة واحدة؟ ايه. طيب شو بالنسبة للعلامات؟ بس مين اللي محتاجين ناس اللي رح يبتدي؟ محتاجين دعاء. بدربوا خمسة اللي أربعة مع ثلاثة يحبوا اثنين أحب واحد برشلوني أمشي. برشلوني حبيبي برشلوني برشلوني أنا قلت الأول هو قال حبيبي. الأول أنا قلت بياخد هو العلامة هو اللي قال الأول بس خلي يغني لا أنا شغال لا هو أنا مدريدي ما غنيش لبرشلونة أنا مدريدي لا يا حبيبي أنا بشجع مدريد بس على فكرة أنا أعطيته العلامة ليه حرام بس هو قال قبل والله انا كنت حقولها قبل انتوا فايلين من هون مش اصحاب بس منيح انكم خلصتوا السدي لا قاعدين جنب بعض في الشارع كمان انتوا فايلين من هون مش اصحاب بالمره اغني تفضل حاضر ريال حبيبي برشلوني برشلونة ولا مدريد؟ أنا؟ إيه أنا مدريدي وأنا كمان
وانت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. اهلاوي طبعا.